أم السيدة ما تتفاجئ يعني. تواصل معكم مشاهدينا صباحا ونتجه إلى ولاية النيل الأبيض. زي ما معروف أنه معسكرات اللاجئين سواء كان في جودة أو محلية الجبلين لأهالي جنوب السودان أو اللاجئين من مختلف الدول يعني. ولاية النيل الأبيض جنوب السودان بشكل محور ارتكاز اللاجئين، كان دعم مختلف جدا من يعني المشروعات التنموية للمجتمع المستضيف للاجئين، نتعرف عليها جملة وتفصيلا من خلال هذا التقرير. في مبادرة قد تكون الأولى من نوعها هنا على طول الشريط الحدودي بين السودان وجنوب السودان، وبهدف تقديم خدمة للعائدين والمجتمع المستضيف للاجئين، بدأت منظمة هوب سودان توزيع أطنان من البذور المحسنة على 650 مستفيدا لزراعة أكثر من 2000 فدان في مناطق جوره في محلية السلام بولاية النيل الأبيض، وذلك بهدف توفير الأمن الغذائي للسكان في هذه المناطق. قامت منظمة هوب سودان في إطار تحسين سبل كسب العيش وبناء على رغبة المواطنين بمنطقة جوري لزيادة الإنتاجية وتحسين دخل الفرد وتوفير بعض المحاصيل بتوفير تقاوى محسنة لمحاصيل العروة الصيفية القطاع المطري التقليدي. ودعما للعمليات الفلاحية أكملت المنظمة توزيع أكثر من 200 من المعينات الزراعية بجانب الأسمدة وآليات الرش والجازولين للقطاعين المروي والمطري بهدف توفير سبل العيش الكريم لمناطق تأثرت كثيرا بالنزاعات المسلحة. نحن ملتزمين بتقديم الخدمات توزيع التقاوي مع اعتبار الموجهات بتاعت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في التباعد الاجتماعي زائد لبس الكمامة أثناء توزيع التقاوي. أهداف المشروع هو تقديم الخدمات زي الزراعة زي التدريب المهني والمشروعات الصغيرة بالإضافة لتحسين العلاقات بين المجتمع المضيف واللاجئين والتعايش السلمي. وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يمضي المشروع نحو تحقيق أهداف أخرى تتعلق بالتدريب على الصناعات الصغيرة والحرفية بجانب تنفيذ برامج لريادة الأعمال للنساء والشباب وخفض معدلات الأمية بين السكان المستهدفين لإحداث نوع من الاستقرار في هذه المناطق. نحن في برنامج الأمم المتحدة للإنمائي اليوم ندشن توزيع التقاوي المحسنة للمجتمعات المستضيفة للاجئين بولاية النيل الأبيض منطقة جوري، والتي تهدف بشكل مباشر لتحسين الإنتاجية في القطاع الزراعي وتوفير سبل كسب العيش للمستهدفين الذين يبلغ عددهم حوالي 628 مستفيد ومستفيدة من المجتمعات المستضيفة والعائدين من دولة الجنوب وبعض الشرائح الفقيرة منطقة جوري. على كل قد تنعكس هذه المشروعات إيجابا على واقع الناس بما يحقق لهم الحد الأدنى من أساسيات العيش الكريم. وبشكل أو بآخر قد تسهم مثل هذه المشروعات في خفض معدلات الفقر وتمتين النسيج الاجتماعي بجانب خفض معدلات النزاع على الشريط الحدودي بين السودان وجنوب السودان. من منطقة جوريه صديق البشير أشروق، ولاية النيل الأبيض، محلية السلام.